السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الأعزاء، مرحبا بكم. اليوم بصدد تحضير كالسيوم رائع وجميل جدا لطيور الكناري والحسون، حتى الطيور الأخرى كالباجي والزيبرا أيضا مونداران. أولا سنحتاج عظمة سيبيا، عظمة سيبيا بعد غسلها جيدا وتشميشها وغسلها لأنها تكون بعض الأحيان متعفنة ويكون فيها شوائب ويكون بها تكون سوداء. الغسل ديالها جيدا وتشميشها حتى تصبح هكذا يابسة يابسة وليس بها ماء. سنحتاج أيضا بيض، البيض إخواني الكرام سنحتاج بيض البلدي، لأن البيض البلدي نسبة البروتين ونسبة الكالسيوم، نسبة البروتين لا بأس بها في قشرة البيض البلدي، ولكن نسبة الكالسيوم عالية جدا على البيض العادي، البيض العادي الذي يباع في المحلات. البيض البلدي إخواني هكذا بيض مسلوق، قشرة البيض المسلوق كما ترون، قشرة بيض مسلوق، بيض بلدي وليس البيض الآخر. وسنقوم إخواني بطحن هذه الأشياء هكذا في هذا الطحان. لا بأس فيها، هو يطحن بسهولة، عظم السيبيا يطحن بسهولة. بعد الطحن إخواني سنلتقي إن شاء الله، سأريكم كيف أصبح هذه العظمة، وسنقوم بطحنها بهذا، وبعد الطحن سأريكم الطريقة التي يقدم بها هذه، الطريقة الصحيحة والسليمة والتي يستفيد منها الطائر بسهولة تامة جدا. كما قلت لكم عظم السيبيا إخواني الكرام يجب أن تغسل جيدا 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 حتى تصبح على هذا الشكل نظيفة ونقية، ونشمشها جيدا كي تنشف، فهمت؟ ما يبقى فيها لا مال والو. هكذا إخواني الكرام نلتقي بعد حين إن شاء الله. والآن إخواني بعد أن قمنا بطحن البيض المسلوق وعظمة السيبيا، عظمة السيبيا أصبحت بهذا الشكل، عبارة عن مثل البودرة. وهذا البيض المسلوق، البيض المسلوق البلدي بهذا الشكل. أشي إخواني نضيفة سهلة جدا، نضيف هكذا هكذا نضيف أدمس السيبيا، نضيف عليها البيض المسلوق. إذا كان لديكم إخواني الجريتش، الجريش بعد قليل سأريكم ما هو الجريش، يباع في المحلات تصبح بهذا الشكل وتقدم على مدار السنة. أعتذر على عدم وضوح الصورة، تصبح بهذا الشكل بهذا الشكل يا إخوان. هكذا إخوان هذا هو الجريت، هذا هو الجريت. الجريت عبارة عن فحم، عن خليط يباع عند المحلات، أي محل عند بائع الطيور يبيع الجريت. تقول له أعطيني الجريت، يوجدون يدينا هنا في المغرب بكثرة، نحن نستعمله على مدار السنة. الجريت نشاهد إن شاء الله الصورة. هذا هو الكريش إخواني، يكون لونه ليس أبيض ناصح، يكون لونه يميل إلى الرمادي لأنه يوجد به فحم. الفحم مفيد جدا لطيور الكناري والحسون، خصوصا الحسون يطرد الديدان ويطرد السموم من جسم الطائر. هذا له فوائد كثيرة أيضا، وهو مصدر الكالسيوم أيضا. فأنا إخواني سأضيف الكريش، الكريش هكذا كان لديك الكريش. إذا إخوان
ليس بالضروري الجريت، إذا كان لديك الجريت فيستحسن أن تضيفه إلى هذا الخليط. إذا لم يكن لديك جريت فلا بأس يا إخواني، فقط أضمس السيبيا والبيض المسلوق البلدي، وما يشكلان مصدر رائع جدا للكالسيوم، خصوصا في فصل غيار الريش قشة البدالة، فصل طرح الريش. قوموا بخلطه، هذا الخلط إخواني هذا عبارة عن جريت وعبارة عن بيض بلدي، عبارة عن جريت وبيض بلدي وفحم وبذور، قليل البذور فقط لكي يتعود عليه الطائر. هكذا أصدقائي، هو مصدر رائع للكالسيوم. الجريت يباع في محلات الطيور، تذهب عند أي محل بائع الطيور تقول له أعطيني الجريت، فهو يباع بالتقسيط، فهو يباع بالتقسيط أصدقائي، تقول له أعطيني الجريت سيعطيك الجريت. إذا لم يكن لديك جريت فلنكتفي إخواني بالمصدر كما قلت لكم، بالمصدر الذي قلت لكم، البيض المسلوق البلدي يكون نطحنه ونضيف عليه السيبيا، عظم السيبيا المطحونة بعد تجفيفها، وهكذا تقدم للطيور. هكذا تقدم للطيور، على مدار السنة خصوصا في فترة في هذه الفترة، فترة غيار الريش، فجسم الطائر يكون يحتاج بكثرة، يحتاج إلى الكالسيوم لأنه يستنزف الطاقة في هذه الفترة. تقدم أيضا للطائر على مدار السنة. الآن أحبتي في الله، هذا هو الشكل النهائي، قدموا لطيورنا على مدار السنة هكذا أصدقائي.